definition of terms for two level simplification في عندنا implicant. لاحظ السكوير تذكر قلنا في السكوير مش في كل سكوير في 1 في single product term of the one set هي ال 1 هاي طبعا نفس الشيء ال 1 or one set terms that create a logic 1 يعني ال ones squares فيها ones نقول عنها ايش؟ implicants. The prime implicant اللي هو implicant that cannot be combined with another to form an implicant with fewer literals. Okay, the prime implicant يعني بدل نجمع جمع المربعات power of 2 لما اصل ايش؟ لاقصى حد. Okay, هذا بالنسبه للبرايم implicant. الان في عندنا الاسينشال برايم implicant بقول لك هو البرايم implicant الاسينشال if it alone covers a min term in the كمال. مش قلنا انه كل من term لازم نغطيهم؟ الان في بعض المن term هذول ما يتغطوش الا ببرايم implicant واحد. فهل البرايم implicant نقول عنه اسينشال؟ لانه قلنا لازم تغطي كل من term بما انه ما بتغطى غير بهذا البرايم implicant فهذا البرايم implicant is essential means انه it must be included in the simplified function. لما عم سمبليفيكيشن لازم يكون هذا الحد اللي هو اسينشال لازم يكون ضمن ايش الحدود اللي بتشكل سمبليفيكيشن للفانكشن. The remember that all squares marked with one must be covered. فالاوبجيكتيف لاحظ انه الامبليكانس نعمل لهم برو ذم كانوا واحد ناخذ اثنين ناخذ اربعه لما ايش نصل لاكبر عدد من السكويرز في الحاله ايش بنوقف بنقول هذا صار عندنا برايم امبليكانت ومنه بقدر ايش انا احصل على الاسينشال برايم امبليكانس. اذا لاحظوا لما نعمل جرو للبرايم للامبليكانس للبرايم امبليكانس فمينيمايز ليترالز بير تيرم اذا بصير اقل عدد من الليترالز في الحد في الحاله هاي. والان وي كفر ذا كيم اب وذ از فيو برايم امبليكانس از بوسيبل مشان ايش نقلل عدد ايش وانا البرودكت تيرمز. اوكي اكزامبل طبعا اكزامبل بطيء. اوكي نعطي انا هنا X prime implicants. الآن لما أشوف أي حد من البرايم من ال خلينا نقول من الليترالز من ال من ال من terms تغطاش إلا فقط في one prime implicant فنقول عنه إيش بصير حاله بنسميه إيش السنشا. الآن لاحظ الـ AC وين الـ AC؟ لاحظ لما أقول هاي الـ A الأربعة هذولا أوكي والأربعة هذولا هذا مثلا هنا في عندنا ها من term هذا مثلا على سبيل المثال او خلينا نقول من تيرم هذا ما تغطاش الا فقط في ايش؟ في الاربعه من تيرم هذول، في شيء بغطي غير هذول الاربعه او هذا نفس الشيء، في بغطي غير الاربعه هذول ما تغطاش، اذا بنقول عنه شو ماله؟ بنقول عنه اسينشال، شو بنقول عنه؟ اسينشال، اوكي؟ فهذا صار اسينشال، بينما لاحظ مثلا هذا الون مثلا تغطى بهذول الاربعه تغطى بهذول الاربعه، هذا مش هذا مش وهذا كله وهذا كمان نفس الشيء تغطى بالاربعه هذول بالاربعه هذول اوكي وهذا بقدر اغطي ايش انا بالاربعه هذول اوكي لاحظ فالاسنشال دائما بيكون هو عباره عن ايش فقط اللي بتغطاش غير ايش ب1 كومباينيشن فقط اوكي تمام هذا الاسنشال برايم اللي كانس اوكي اذا مينيمم لاحظ لما اخذ مينيمم لازم يكون ضمن الفانكشن باي ذا وي يكون ضمن ايش سمبليفاي function اوكي الان بدي اخذ المينيمم كفر هلا بدي اشوف شو من هذول الباقيه البرايم امبليكانس الاقل عدد من اقل خلينا نقول عدد من البرودكت تيرمز نفس الشيء بالليترالز اللي بيغطي لي كل ايش الوز وذ فانكشن بيطلع لنا باخذ ايش البي سي برايم والاي برايم بي برايم دي اوكي فهذا بسميه المينيمم كفر دائما انا بطلع على المينيمم كفر كيف احصل على المينيمم كفر لايش للفانكشن اوكي اقل عدد من ايش من الليترالز وعدد اقل من ايش من البرودكت تيرمز اوكي هون في مثال هون في عندنا لاحظوا هون في عندنا كمان فايف برايم امبليكانس في عندنا ثلاث اربع اسينشال اوكي هذول اسينشال ليش؟ لانه كل واحد محتوي على من تيرم مش موجود بغيره فقط به نفس الشيء هذا وهذا وهذا اوكي فبسمي نقول عنهم ايش اسينشال برايم امبليكانس فشفنا طبعا في المحاضره السابقه كي ماب موضوع الكي ماب شفنا امثله على الكي ماب 2 فاريبلز 3 فاريبلز 4 فاريبلز حكينا عن ميزات الكي ماب مقارنه مع استخدام
قواعد البولن الجبرة. اوكي، كذلك شفنا انه بعض التطبيقات على الكيماب، شفنا بعض التطبيقات على الكيماب، بعض التطبيقات اخذنا ال1 بت فول ادر، واخذنا كمان اللي هو الكومباريتر، عملت كيف اقارن 2 بتس اي وبي مع سي دي. اوكي، فور ليس ذان جريتر ذان اند ايكوال. شفنا كمان عمليات تبسيط كيف احصل على البرايم امبليكانس والاسينشال برايم امبليكانس، ومنهم طبعا بقدر احصل على السمبليفايد فانكشن ان ذا سم اوف برودكت فورم. اوكي، كل واحد اذا نبدأ بهاي المسألة، تبدأوا كل تحل فيها أنت. أوكي، نبدأ الحل من عندكم، تيجي 5 دقائق 10 دقائق نشوفوا مين طلع الجواب أول شيء، وأنا بنروح على الحل الصحيح مع بعض. أوكي، الآن ابدأوا لي، واللي بيعطينا جواب أول شيء بيكون هو أشطر شيء. لازم الكل يشارك. أوكي، بدنا الكل يشارك في الحل. أوكي، ماشي. إذا شو المطلوب منا هلا؟ في عندي هاي الفانكشن four variables a b c d. اوكي، في عندنا summation of min terms 0 1 2 5 8 9 10. مطلوب بدي اجد simplified function in the first of all in the sum of product form، ومن ثم في the product of sums form. اوكي، تبداوا. اوكي، كل واحد اللي ما جايب جنبه دفتر روح جيب الدفتر ويحل. اوكي، بنحل هذا بالاول. يلا خذوا لكم 10 دقائق. لأن مجموعة أسئلة 3 4 أسئلة قلنا على المواضيع السابقة كلها على chapter 3. أوكي، إذا ما عرفت بسرعة عملية التبسيط هاي، طبعا لازم تفهم هذا الحكي بصير بسرعة. The best way is to try it yourself. دائما the best way is to try it yourself. يعني قديش صار الواحد إذا ما جرب الشيء بنفسه ما بيتعلمه، لأنه بيتعلم كثير كثير مر علينا نقرأ كثير، فإذا جربته أنت أكيد راح يركز تركز المعلومة في ذهن الواحد نتيجة إيش؟ الـ practice. الـ practice is the best way by the way. Best way to learn and practicing what we learn. Okay? Otherwise it is easy to forget. شوف أول واحد مين، خذوا 5 دقائق، شوف أول واحد مين بيقدر إيش يعطيني الأجوبة يقول لي كيف. طبعا إحنا نعرف كيماب. Okay؟ هي عبارة عن من terms. أول شيء إذا على الدفتر بدك ترسم إيش أنت الكيماب. فور فاريبل كيماب. أوكي؟ تحط الـ AB من جهة والـ CD إيش؟ من جهة. أوكي؟ بعدين تحط إيش؟ المن terms. للي أجوا جديد، كيف في عندنا حل أسئلة نشاط الطلبة. أوكي؟ فجيب دفتر قلم. هذا السؤال الأول. اوكي، في ناس ما زالوا they are still joining. بسمع response. بدأتوا بالحل؟ بدأتوا بالحل؟ ناس يقولوا لي آه. دكتور بدأنا. يلا حلو. اوكي، عشان نشوف مين، يعني بدنا نشوف مين يطلع الاجوبه الصحيحه اول شيء، ونشوف نروح بعدين على ايش الصح، جواب الصح. مش مشكله، هي عندنا فور فاريبل. كيف فور اذا بدي انا سجل الطالب اللي بيعطيني اول جواب صح، سجل عندي شو جوابه كمان كيف عشان نقارنه مع الاجوبه الصحيحه. كما زيكم حاط عندي كيف قلم وورق مشان اسجل شوف مين بيعطيني اول جواب صح على البرودكت اوف سام. خلينا نقول او سام اوف product of sums with sum of products. Okay.
product of sums وخلينا نقول بالأول sum of products كي بعدين product of إيش sums طبعا اوكي يلا كمان دقيقتين لازم استنى لازم اخذ اجوبه الـ sum of product و product of sum. نعم sum of products product of sums نعم يعني sum of products product terms والأور بيناتهم وال دكتور انا حليته اي sum of products شو انت إيه. شو عندك sum of او يعني خلينا ناخذ اول شيء اللي هو sum of product terms اللي هو الفورم اللي احنا ايش بنعرفه عادي اوكي موجود اللي هو product terms بيناتهم or gate or يعني function اوكي or operation شو بيطلع لنا شو اذا بيطلع لنا سم اوف برودكتس بي برايم دي برايم اور اي برايم اي برايم دي اور ايش اي برايم بي برايم دي خلينا نعيد من اول شيء بي برايم دي برايم مزبوط اللي على القران اخذتهم اوكي ايوه اور اور بي برايم سي برايم الحد الثاني شو الحد الثاني اللي حكيته؟ اي برايم سي برايم دي والثالث الحد الثالث بي برايم سي سي برايم بي برايم سي برايم جود برودكت اوف سمز برودكت اوف سم سي برايم اور دي برايم سي برايم اور دي برايم ايوه بي برايم اور دي هذا الحد الثاني الحد الثاني ايش اند ايش بي برايم اور دي هذا الحد الثاني اور دي ايوه الحد الثالث الحد الثالث اي برايم اور بي برايم شو عملت طب لما اخذت انت البرودكت اوف سمز طب مين غيره طلع جواب ثاني خلينا اول شيء مين طلع غيره جواب ثاني غير هيك في حتى نطلع جواب ثاني طيب مين طلع نفس الجواب هذا بس يعني واحد المشارك والثاني بقية شو رأيك هو يلا من واحد ثاني ثالث رابع لا منشك شو احنا قاعدين نعمل ولا شيء طبعا احنا لاحظ من تيرمز دي سهر نقول عنهم ايش من تيرمز وذا فانكشن مزبوط طبعا نحطهم بالكي ماب على انهم ايش؟ وانس نحطهم على انهم وانس والمربعات الباقيه شو بكونوا عباره عن ايش؟ زيروز بكون عباره عن ايش؟ عن زيروز اوكي؟ اذا بضل عمليه شو؟ عمليه تجميع الكل طبعا رسم الكي ماب لازم يكون صار بديهي بالنسبه للكركاب تحط تعمل كي ماب تحط الاي بي وتحط السي دي 00011100000110 اوكي؟ فهذا تكون بسرعة ركاض والمين تيرمز كمان لازم تكون ركاض تحطهم اوكي مجرد قراءة بالباينري 0000 من تيرم 0 0001 من تيرم 1 اوكي فلازم هذا يكون ايش؟
إذن فالوز هذول من تيرمز اللي هم عبارة بيكونوا ونز في الكمال. أوكي؟ والبقية شو بيكونوا إيش؟ بيكونوا زيروز. الآن لاحظ هذول الونز أوف ذا فانكشن. إذن يعني شو معنى الونز أوف ذا فانكشن؟ هي قيمة الفانكشن إف. أوكي؟ الآن البقية المن تيرمز ما فيهمش ونز، لاحظ بحط من تيرم 1 يعني بحط 1 في من تيرم 0، بحط 1 في من تيرم 1، بحط 1 في من تيرم 5 و8 و9 و10. من تيرمز المتبقيه ها اللي هي 3 4 6 7 ها 11 12 13 14 15، شو بحط فيهم كلهم؟ اصفار. بحط فيهم ايش؟ زيروز. اوكي؟ الان شو الزيروز هذول بيمثلوا؟ مثلوا ايش؟ يلا complement of the function، مثل complement of ايش؟ of the function. اوكي؟ الان بقدر اخذ انا هاي complement of the function ها ك sum of products، واخذ complement مره ثانيه بيطلع الجواب في ايش؟ في ال product of sums، بيطلع الجواب في ال product of sums. لذلك بيطلع عندنا هاي الكي ماب. اوكي؟ اوكي؟ الكي ماب هنا إذا لاحظ زي ما تفضل طلع الجواب بالسم of، لاحظ هذا sum of products، sum of ايش؟ of products. طبعا البي برايم دي برايم اللي الأربعة اللي في القرن هذول أخذناهم مع بعض الأربعة كلياتهم هذول شو بيعطوني؟ كيف نقرأهم؟ لاحظ الأربعة اختلفوا في ايش؟ طبعا شو فقط التشابه ظل في ايش؟ لاحظ لو أخذنا طلعنا هنا البي مش هي اي بي، البي لهذول اثنين زيرو لهذول اثنين كمان ايش زيرو، اذا ظلت ثابته البي بينما الاي اختلفت، وانا الاي كانت زيرو لهذول لهذا وهذا وان صارت 1 لهذول، اذا الاي راحت. يجي نفس الشيء على ايش؟ على السي والدي. اوكي؟ فلاحظ هنا السي هنا لهذا ولهذا زيرو، فهو السي هنا ايش؟ 1، بينما ظلت ثابته شو انها الدي كزيرو، اذا نقول عن دي برايم. اذا الاربعه هذول غطيناهم ايش؟ غطاهم الحد هذا. اوكي؟ غطاهم الحد هذا الاربعه هذول، اوكي؟ اللي هو بي برايم دي برايم. الان شو ظل عندنا ما تغطاش؟ هذا وهذا. هذا وهذا. الان لاحظ واحد بيقول ايه بدي اخذ هذا وهذا. اوكي؟ وكمان ظل ايش ما تغطاش؟ هذا كمان. اوكي؟ بقول بدي اخذ هذا وهذا وهذا ايش اخذه مع هذا، طبعا هذا مش خيار موفق، مش خيار موفق. الخيار الموفق اني اخذ هذول الاثنين مع هذول الاثنين، هذول الاثنين ها مع اثنين ايش؟ هذول شو بيعطوني؟ لاحظ شو المشترك؟ البي برايم بي زيرو، البي زيرو هنا. اوكي؟ والسي كمان لاحظ سي زيرو هنا والسي ايش اللي هم زيرو، اذا نقول بي برايم سي برايم، اذا الاربعه الاثنين هذولا مع الاثنين هذولا متجاورات بيعطوني الحد ايش؟ اللي هو بي برايم سي برايم. بضل عندي هذا، ما في بديل عندي، فقط البديل الوحيد او الحل او الطريقه الوحيده اخذه مع هذا. اوكي؟ اخذه مع ايش؟ مع هذا. شو بيعطوني؟ لاحظ لهم نفس الاي بس الاي بالزيرو نقول عنه اي برايم، ولهم نفس لاحظ لهم كمان ايش هذا وهذا لهم السي برايم ودي، سي زيرو ودي 1 اذا سي برايم دي، اذا بيعطيني اي برايم سي برايم دي، اذا هذا ايش هنا الجواب الاول اللي هو كايش؟ كسام لاحظ كسام اوف ايش؟ اوف برودكتس. الان مشان اطلع البرودكت اوف سام باخذ ايش؟ الزيروز وهي كومبلمنت تعطيني اف برايم، لما اخذ زيرو شو بيعطيني؟ بيعطيني اف برايم. اوكي؟ الان لاحظ لما اخذ الاف برايم اوكي الان في عندي بدي اخذهم كلهم مع بعض اوكي واشوف كيف بحصل على ايش هلا. شوف هلا شو في عندنا خيارات. اوكي هنا طلع الجواب هنا لاحظ اي بي بيطلع اف برايم، بعدين ناخذها بيطلع اي برايم or b prime and c prime
or D prime and B prime or D. وجوابك صحيح 100%. ليش بس طالب واحد يعني اللي جاوب؟ اوكي. فالان ناخذ ناخذ البرايمز. اوكي. الان هنا الجواب قلنا A برايم. طبعا اخذنا ايش الاف برايم. في عندي ايش اربع يعني باخذ ثلاث حدود باربعه متغير اربعه فاريبلز باربعه من تيرمز ثلاث حدود. اوكي. لاحظ اثنين هذولا ها وعن اثنين هذولا الاربعه هذولا والاربعه هذولا ايش غيرهم؟ في غيرهم غطيناهم كلهم. غطينا كل ايش؟ الزيروز. غطينا كل ايش؟ كل الزيروز. اذا في عندنا هذول الاثنين مع هذول الاثنين هذول الاربعه. لاحظ الاربعه هذول شو بيعطوني؟ سي دي. اوكي. يعني هذا الف برايم لما يعطوني ايش؟ سي دي. هاي السي دي. اوكي. في عندنا الاربعه هذول بيعطوني ايش؟ اي بي. بيعطوني اي بي. هاي الاي بي. اوكي. والاربعه هذول لهم ايش؟ لاحظ لهم نفس البي. اوكي. ها وايش لهم كمان؟ مشترك لايش؟ سي دي برايم. دي برايم. نعم دي برايم. دي هون زيرو وهون دي زيرو. دي برايم. اوكي. هاي دي دي برايم. الان الاف برايم اخذ الكومبلمنت مره ثانيه بيطلع الجواب ايش النهائي اللي هو از برودكت اوف سمز. As product of ايش؟ of sums. اوكي. الان في عندنا سؤال ثاني. اوكي. الكل بده يشارك هسه ماشي؟ اوكي. الان مع دونت كير. مع ايش؟ مع دونت كير. اوكي. استخدم كي ماب. سمبليفاي. The following function together with ايش؟ with don't care conditions into sum of products form. طبعا بقدر اخذ كمان product of ايش؟ of sum form. اوكي. فدائما root of sum form ناخذ الزيروز كcomplement ناخذ كومبلمنت مره اخرى فبنطلع الجواب في ايش؟ في اوكي product of sums. لما بدي sum of products حاولوا تحلوا يلا. اشتغلوا. نفس الفكرة بس مجرد ايش؟ في عنا الان don't care conditions. اوكي. طبعا هنعرف انه ال ones بنحطهم لاحظ ال من tiers بنحطهم ك ones في الكيمات. don't care بنحطهم x's. اوكي. والباقي بيكونوا ايش؟ بيكونوا zeros في الكيمات. بديتوا؟ يلا. شو هذا الصوت تقطع؟ This for variable map. اوكي. حكينا انه نذكركم انه قلنا انه ما في داعي انه نغطي الاكسس كلها فقط انه الاكس اللي بتلزمني بالتبسيط بتفيدني بالتبسيط بستخدمها كوان والا بشيلها زي ما هي ما بحاجه اغطيها. والان لما اذا استخدمت انا بعض الاكسس بعض الدونت كير من ضمن الوانز مشان تساعدني في عمليه التبسيط لما بعتبرها صارت كانها وانز او ذا فانكشن صارت وانز او ذا ايش او ذا فانكشن. اوكي.
كانت صارت من تيرمو ذا فانكشن كان بصير، لان استخدمت انا وساعدتني في عمليه ايش؟ عمليه تبسيط. هي بتعطيني الجواب يلا. طالب اللي جاوب السؤال الأول ودي اللي اسمه على اكتب اسمه على الشات عشان واحد. اوكي. قديش منك من دقيقة عشان نحله؟ توش كثير كذا الكيماب قلنا لازم تبصم بصم كيف تعمل كيماب. دقيقة بدك تعمل كيماب، دقيقتين تحط دقيقة تحط نص دقيقة تحط الونز والكي والزيروز والديز، بس دقيقتين أربع دقائق خمس دقائق كثرت كثير أقل حتى. إكسبيرينس طبعا أكيد لما تحل أسئلة كثيرة رايح يعني يصير لحالك طوال تعرف إنه لما تطلع على الكيماب والوانز شوف طول شوف شو بتجمع مع بعض الركاب، بس بدها اكسبيرينس طبعا خبره تجربه تجرب كذا سؤال والامور ان شاء الله بتكون ايش سهله. اوكي راح ناخذ كمان سؤال على الاسينشال على البرايم امبليكانس والاسينشال برايم امبليكانس. اوكي شوف دكتور. نعم بعثت لك الحل على الشات. قولي الحل على الشات شوفوا مصير. طيب احنا هون بدنا فقط ايش قلنا الجواب بالنيابة ايش احنا حكينا بالنيابة في sum of products مناش product of sums. اوكي بالنيابة sum of products طبعا كويس تحلو على كمان على product of sums بعطيك خبرة. اوكي بعطيك خبرة اكثر. اوكي اوكي طبعا عندنا الحلول يلا مين كمان بدي حلول دكتور. تحاول تحط سؤال الأول سؤال ثاني رقم السؤال يعني. نعم دكتور طلع معي واي زد اكتبهم على الشات. ها اكتبهم شو رايك؟ كويس ماشي اذا بدك تعطيني ماشي بنقول لهم. كتبت حليت السؤال الاول ها؟ نعم بحكي انا اسمي عبد الرحمن اللي حليت السؤال الاول. بس بدي السؤال الثاني انا. يعني مشارك الواحد مشارك يعني على اساس انه له الفائده يعني. اوكي عندنا يعني صار مجموعة حلول خلينا نشوف. ثاني مرة نحاول نعمل بول شغلات حلوة في الساعة تسعة دكتور. اوكي خلينا نشوف شو اللي بصير معنا. اوكي الآن زي ما قلنا بنروح على الكيماب بنحط هناك ايش؟ نحطهم ونز هذا اكسس. اوكي بنشوف شو اللي بصير لأن حكينا عنه هنا
كل هالمن تيرمز اوكي. اوكي لاحظ يعني عندنا ايش من تيرمز كانوا قلنا مو ناخذ موانا اللي هو 1 3 7 11 15 اوكي 1 3 7 قديش ثلاثة هنا 3 8 3 11 15 اوكي هاي هون زي ما قلنا 1 3 7 11 15 اوكي بدون كير الماكسز الايش هم 0 2 5 0 2 5 اوكي 0 هاي 2 هاي 5 الان صار لاحظوا انا اوكي شغله سهله باخذ الاربعه هذولا اوكي والاربعه هذول حلوا المشكله كلها بسرعه هذا احد الخيارات اوكي خيار ثاني عندي بقدر اخذ الاربعه هذول والاربعه هذول إن هذا حل صحيح وهذا حل ايش؟ صحيح إن في عندنا ايش اكثر من جواب كم واحد طلع هيك الحلين؟ كم طالب طلع في حلين؟ ولا طالب؟ ايه اوكي لاحظ هذول الاربعه شو بيعطوني؟ واي زد اوكي الاربعه هذول بيعطوني ايش؟ دبليو برايم اكس برايم لان لما جينا على الاربعه هذول نفس الشيء بيعطوني اللي هم الواي زد والاربعه هذول بيعطوني ايش؟ لاحظ دبليو هون برايم اوكي والزد هون ايش؟ الزد طبعا او الزد واحد زد هون واحد هون واحد دبليو برايم زد اوكي الامور سهله مش ما فيها صعوبه زي ما تتوقعوا اوكي الان في عندنا سؤال اخر اوكي اوكي قبل ما اجي على السؤال هذا الاخر اوكي خليه لبعدين بدي اجي على سؤال ثاني غيره اوكي هون بدي اجي لهون اوكي نقول سيمبليفيكيشن اوكي for this function في sum of products okay into sum of products how تعملوها okay ماشي تختلف عن function اللي عملناها سابقا طبعا اشوف سهلة المفروض صار sum of products وبرودكت sum عملية ايش سهلة حتى بدون كير ومع بدون كير كمان الامور مش ما فيها صعوبة okay لا في عندنا مثال آخر يلا تحاولوا حاولوا تحلوه تعال نشوف يمكن جواب لاحظ كل ما كثرت المين تيرمز بتصير الأمور يعني شوي متشابكة على أساس إنك بتكون حذر في مرات يعني راح يكون في تداخل مثلا كنت طالب في عندي مثلا على سبيل المثال في حالات يكون عندي أربعة ويعني ياخذ الطالب تيرم زيادة بده يكون حذر في الحالات هذه ما ياخذ هذا تيرم زيادة لأنه بغطي أنا تيرمز يعني بغطي الفانكشن بعدد أقل من التيرمز بدل ما أضيف تيرمز ما لهاش لزوم يكون إيش؟ above the simplified one above the simplified function 2 4 6 8 9 10 in terms of the function okay مين تخلص نقل الجواب اللي خلص نقل الجواب اذا ال f a b c d simplified in the sum of products
مين طلع جواب؟ يلا اوكي تحت في عندنا 0 تيرم 0 كم تيرم 2 تيرم 4 5 6 7 اوكي 8 10 اوكي 13 حتى 13 ال 1 اللي طبعا هذا ال 15 و 13 معناها 12 13 14 15 اوكي يعني المفروض اركان الواحد يحطهم اوكي يعني تحط تطبعها بذهنك الكيماب على اساس انه اركان تحاول ايش تتعامل معها اوكي الان في مشكلة شيء في سؤال الآن راح من إيش نعمل عملية تبسيط كي نأخذ إيش هنا القرن كي شو بعطوني بي برايم دي برايم كي نأخذ الأربعة هذولا والأربعة هذول نغطي كل إيش الحدود كي شغلة سهلة يعني أركان مش عارف ليش تطولوا يعني على الحل زي أسئلة زي هيك يعني أسئلة ما فيها صعوبة اوكي الآن إذا بدي آخذ في الـ product of sums ها بروح على الزيروز أعملهم لكم براكتس ها الكل بالدار يعني أعملهم براكتس اوكي بعد ما تخلص ايش مثال آخر لأنه مثال ماشي عملية سهلة في هالشيء بلاحظ لما آخذ هذا زيرو هذا زيرو هذا زيرو 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 سهلة ها باخذ اثنين هذول مع اثنين هذول اوكي لاحظ اخذت هذول مع هذا الان باخذ ايش هذا مع هذا ثلاث برايم باخذ برايم مرة ثانية بيطلع لنا ايش هنا سيمليفايد فانكشن بايش بس بدل ما تكون سم المفروض تكون برودكت اوف سمز اوكي اوكي طبعا في عندنا هون لاحظ هون كمان بقول لك حل اخر في كثير من الحالات يعني ممكن يكون عندنا في اكثر من طريقه للحل اوكي 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 الان خلينا سؤال اخر نشوف هذا سؤال حلو ونسه اوكي لما بدي ابسط انا في عندي هاي الفانكشن اوكي بدي ابسطها شغلوها اوكي لا لازم اعرف انا لما يكون عندي حد زي هيك طبعا هذا معروف هذا اللي هو من تيرم 0 0 0 0 0 من تيرم 0 الحد هذا اللي هو ايش من تيرم 8 اوكي الان لما يكون عندي حدود زي هيك يكون في ناقص ايش عندي البي مره بحط البي 0 مره بحط البي 1 يعني هذا عباره عن ايش عن 2 من تيرمز لاحظ مره بحط البي بالزيرو بي برايم مره بحط ايش بي بطلع عندي ايش حدين 2 من تيرمز نفس الشيء بطلع عندي ايش كمان بطلع عندي 2 من تيرمز وهذا بطلع عندي ايش هنا 2 من تيرمز اوكي طبعا بعض المرات بعض الحدود من تيرمز ممكن تتكرر ما بك طبعا بحط انا 1 مره واحده في ايش 1 سكوير ان ذا كي ماب اوكي حلو لي سؤالها ها
اوكي لا بدي اروح هلا على السؤال اللي حكيته خليله بعدين. هذا السؤال هو انا هسه طبعا اعطيكم الحل للسؤال. طبعا حله هذا هو ايش هنا الحل. اوكي طلع عندنا بي برايم دي برايم اور اي برايم بي دي اور اي بي سي برايم. خلينا نروح على السؤال اللي خير هذاك. اوكي اوكي فاين برايم امبليكانس وايش الاسينشال وش وان ار اسينشال. الان نعمل ايش هنا؟ نعمل كي ماب. اوكي قلنا الاسينشال برايم امبليكانت انه ايش هو؟ البرايم امبليكانت اللي ما بتغطى الا غير ب 1 تيرم، فهذا التيرم هنا ايش هو؟ اسينشال مينز انه شود بي ا تيرم ان ذا سمبليفايد فانكشن. Should be included in the simplification, in the simplified function. Okay? فلأنه بغطي بغطي من تيرم، قلنا كل من تيرم لازم تتغطى. حكينا كل من تيرم لازم ايش؟ لازم تتغطى. Okay؟ فلازم يكون إذا ضمن ايش هذا؟ ضمن simplified function. لازم يكون ضمن simplified ايش؟ function. Okay؟ إذا ضايل علينا إنه نحط المن تيرمز. Okay؟ ونحاول نشوف أي من تيرم من هذولا ما بتغطى الا ب 1 من تيرم فبكون هو ايش؟ بكون هو اسينشال. اوكي بكون هو ايش؟ اسينشال. فالان اوكي اوكي هاي عندنا كي ماب. اوكي طبعا خلينا نشوف بعض من تيرمز اللي بتغطوش غير ب 1 ايش؟ 1 تيرم بحد من ايش؟ من الحدود. اوكي الآن لاحظ لو أخذنا هذا على سبيل المثال بتغطاش إلا غير بهذا بالقرن هذول الأربعة بتغطى بغيره ما بتغطى. إذا القرن الأربعة عبارة عن إيش هذول؟ عبارة عن إيش قلنا؟ عبارة عن الإكس برايم زد برايم. إذا الإكس برايم زد برايم لازم يكون إيش؟ إسينشال. لازم يكون إيش؟ إسينشال. أوكي كمان نفس الشيء. أوكي في شغلات بتغطى لاحظ مثلا مثلا هون على سبيل المثال هذا وهذا بتغطوش الا غير وين؟ الا غير بهذا. بينما هذا وهذا تغطوا بهذا تغطوا بهذا. كمان هنا اوكي هذا هنا تغطوا فاذا هذا كمان عندنا هنا الاكس لاحظ الاربعه هذولا اللي شو بيعطوني هنا؟ الاكس زد فالاكس زد كمان لازم تكون ايش هنا؟ اسينشال. بينما ظل التيرمز الثانيين اللي هم اسينشال. طبعا فهذا بالاخير بصير لاحظ لما بدي ابسط انا باخذ هذا او هذا بغطوا لي بيعطوني ايش؟ سمبليفايد فانكشن. فالاوراق مهمه جدا بالجواب النهائي. اوكي المحاضره اذا قربت تخلص.